السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ وتدا بنورة. خياتي، في الفيديو تاع نهار اليوم جيتكم بطريقة تحضير المبرجة. مبرجة تقليدية تجي مبسه، تجي تدوب في الفم. كذلك جيتكم بتدبيرة كيفاش ندير الطاجين تاعي باش ما يلصقليش، وكذلك تدبيرة ثانية كي وقتاش نقلب البرج تاعي كيجوني مبسين حيكون عندي صعوبات كيفاش نطيبهم. رايحين تشوفوا كل هذا في الفيديو تاع نهار اليوم. نتمنى لكم متابعة طيبة للفيديو. بسم الله، نبداو على بركة الله. اول حاجة نبدا في ليدام. هنا عندي 250 غرام تاع لا مارغارين اللي راني رايحة ندوبها في الميكرووند ونخليها تبرد شوية. بعد ذلك عندي هنا 3 كيلات تاع السميد، يكون من النوعية الجيدة ويكون السميد متوسط. من بين اسرار نجاح المبرجة لازم يكون السميد من النوعية الجيدة. الكيلة الثانية والكيلة الثالثة ندير حفرة هكذا في الوسط، نحط مغرفة صغيرة معمرة تاع الملح. بالنسبة للكيلة تاع ليدام بعد ما بردت رايح نضيف لها الزيت، نكمل نعمرها بالزيت. هنا بالنسبة اللي دايما تحبوا تستعملوا نصف تاع الزيت ونص تاع الماكارين، او انكم تحبوا تزيدوا شوية تاع السمن يبقى هذا اختياري. نحط هذاك اللي دايما هكذا في الحفرة اللي كنت حطيت اللي كنت درتها. بالنسبة اللي دايما رايح نزيد هنا زوج مغارف كبار تاع الزيت. خياتي صدقوني انا مولفة البراج نديرهم ما نكيلش، ندير عيني هي ميزاني، لكن هاد المرة حبيت نكيل لكم وراني حاولت انني نقص شوية تاع ليدام لانه البراج اللي نديرهم انا يجو بزاف مبسين، راني حاولت نقص لكم. بالنسبة للاخوات اللي يخافوا يجوهم مبسين ويخافوا يتفتتوا لهم في الطاجين، ونقول لهم ما يزيدوش هادوك زوج مغارف كبار تاع الزيت خاصة للمبتدئات. يعني مع انه في الفيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله رايحين تشوفوا معايا الطريقه اللي نعتمد عليها باش ما نقعدش نقلب في هذاك البراج ويتفتت لي. بعد ذلك ندخل هذاك ليدام كامل في هذاك السميد هكذا برك. كيما انايا النهار تاع اليوم رايحه نخلي هاد السميد يبات، ولهذا رايحه ندخل برك هذاك ليدام مع السميد هكذا برك، ما نعيش روحي فيه. اما بالنسبه للاخوات اللي يحبوا يحضروه ويطيبوه تمتم، نقول لهم لازم يخدموه مليح حوالي 5 الى 10 دقائق، يبسوه مليح هكذا بهذه الطريقه بين يديهم. باش يطيبوه يبسوه هكا مليح مليح بين يديهم، لكن انا فضلت ما نتعبش روحي بزاف ونخليه يبات. نجمع كامل هذاك السميد ونغطيه بكيس بلاستيكي ونخليه يبات. اما بالنسبه للغص كما راكم تشوفوا خياتي راهو شويه يابس بعد ما نقيته كامل، نحيت له كامل هذاك العظم. هنا لازم نخدم الغص، نحط له شويه تاع لامارغارين ونحاول ندخلها مليح، نزيد له شويه تاع المزهب. في الاول حيجيكم شويه صعيب، لكن نبدا نعجن فيه هكذا حتى يولي لي طري. ساعه نحط له شويه تاع لامارغارين، وساعه نضيف له شويه تاع المزهب، وساعه على ساعه نحط له شويه تاع الزيت، ودائما نعجنه بهذه الطريقه حتى يولي لي طري. كما راكم تشوفوا معايا راهو بدا يولي طري. هذا كذلك من بين اسرار نجاح تاع البراج، لازم الغرس تاعنا يكون طري هكذا باش يجينا مع هذاك التبساس تاع السميد رايح يجي سوا سوا. هنا بالنسبه للاخوات اللي يحبوا يعطوا الغرس، كل وحده تحب، اللي حبت تحط القرفه، اللي حبت تحط الجلجلان، كل وحده واش تحب تحط. انا نفضل انني نحتفظ بها هكذايا يكون عنده فقط ذوق تاع المزهر. ما خليت السميد يرتاح ليله كامله، نفتحو كامل هكذا بيدية ونبدأ نضيف له الماء
شوية بشوية. ونبدأ نجمع فيه هكذا فقط بأطراف الأصابع، نحرك فيه حتى يبدأ يتجمع معايا ويبدأ يتكتل. هذاك الوقت نعرف بلي خلاص مانيش رايحة نزيد الماء. كي نحطو بين يديا يتجمع، هذاك الوقت نعرف بلي مانيش رايحة نزيد له الماء. نحطو بجهة، لأنه كل سميد كيفاش نحطو باش يتشرب كامل هذا الماء، خليه بجهة. هنا عندي البابي كويسون، هنا تقدروا تخدموا بالبابي كويسون او تخدموه بكيس بلاستيكي، انا فضلت البابي كويسون. نبدا نحل هذاك الغرس. نعطي له شكل مستطيل. حتى نكمل كامل نحلو على شكل مستطيل، نحطه بجهة، نولي لهذاك السميد. بعد ما خليته ارتاح هنايا، هذاك السميد شرب كامل الماء، راني رايحه نعاود نزربعو هكا بصبعتين يديا ونعاود نشمخو بالماء. هنا خياتي بالنسبه للماء، كميه الماء ما نقدرش نعطيلكم، لانه كل سميد وشحال يشرب بالماء. كيما هذا السميد اللي استعملته انايا نهار اليوم، راهو شرب لي بزاف الماء، استعملت بزاف الماء. نحاول نعاود نجمعو هكا فقط باطراف الاصابع حتى يبدا يتكتل هكذا معايا. هاوليك هنايا مانيش رايحه نزيد له الماء، هذاك هو، نقسمه على اثنين، نقسمه الى جزئين يكونوا متساويين. فوق البابي كويسون نحط الجزء الاول من العجينه ونحاول نحلها كامل هكذا، نحلها على شكل مستطيل. خياتي بالنسبه للبراد دائما انا نفضل انني نعطي لها الشكل المستطيل هكذا، باش ما يكونوش عندي بزاف لي شوت، لانه كي ديريها على شكل دائري حيكونوا عندك بزاف لي شوت. نبدا نحل هذيك العجينه، نحط فوقها بابي كويسون واحد اخر ونبدا نحلها، نعطي لها شكل مستطيل، نحاول انني ما نديرهاش خشينه بزاف. خياتي بهذه الطريقه اللي استعملتها انا نهار تاع نهار اليوم، رايح يكون عندكم الغرس على كامل الاطراف، ما تقعدوش تشوفوا هاي جهه فيها جهه ما فيهاش الغرس. انا دائما نفضل انني ندير هذه العمليه وهذه الطريقه، نحلها منيح، نسويها كامل على الاطراف ونحط فوقها الغرس اللي كنت حليته. نسقمو كامل، ما نخليهش يخرج على الاطراف. ندير فوق البابي كويسون ونحاول نحلو شوية. نضيف للطبقة الثانية من السميد. هنا خياتي بالنسبة للسميد الطبقة الثانية هذه كنت ضفت لها بعض القطرات من الماء، لأن السميد هذا لقيته يشرب، النوعية اللي استعملتها يشرب بزاف الماء. نحاول انني نحطها كامل هكذا على السطح. انا نفضل نستعمل هذه الطريقه، اما الاخوات اللي محبوش يستعملوا هذه الطريقه يقدروا يحلوا العجينه الثانيه على البابي كويسون ويحلوها ويحطوها فوق الطبقه تاع الغرس. نحاول انني بهذه الطريقه، نفضل انني استعمل هذه الطريقه، نحاول انني نسوي لها منيح السطح، ودائما البلاصه اللي تكون فيها خشينه نحي شويه منها العجينه ونحط في البلاصه اللي تكون مخصوصه العجينه. ونسوي لها منيح السطح،
دائما نستعمل البابي كويسون. باش يكون عندي سطح أملس. بالنسبة للطاجين هنا حطيت له شوية تاع الملح مع شوية تاع الزيت. نجيب قطعة من القماش ونبدأ نحك فيها كامنيح حتى نحكو كامل منيح. هذه رايحة تكون تدبيرة باش ما يلصق لكمش الطاجين تاعكم. نحي هذاك الملح، نحيه من الطاجين ونمسحو منيح هذاك الطاجين ونخليه يسخن. بالنسبة للبراج رايحة نعطي لهم نقطعهم هكذايا، لازم نحاول انني نعطي لهم قطع متساوية. انا بالنسبة للبراج عندي دايما هاد الموس الاحمر دايما نعبر به كما راكم تشوفوا تاعي من البداية حتى النهاية تاعو، حيكون هذا هو العبر تاعي هكذا فوالا باش يجيني البراج كامل على قد يجي على حبة بلا ما نستعمل الطابع. نجيب البابي كويسون اللي كنت استعملته من الفوق، نحطو هكا بجهة ونحط فوقو الحبات تاع البراج. نسويها شوية هكا على الأطراف، نقلبها ونزيد نسويها، نحاول ندخلها كامل هذيك العجينة ونحطها فوق الطاجين باش تطيب. بالنسبة للنار الحين نخلوها على نار متوسطة إلى هادئة هكذا. نسوي دايما على الأطراف، نقلبها ونسوي على الأطراف، لازم نسوي لها الأطراف ونحطها تطيب حتى نكمل كامل الكمية ونعمر الطاجين. بالنسبة خياتي لاستيس اللي قلت لكم باش تعرفوا البراج تاعكم إذا طاب ولا لا رايحين تشوفوا معايا. البراج السن تاعهم كي يجون بالسن، لكن كي يجون بالسن حيجونا واعرين في طياب تاعهم. رايحين تشوفوا تدبيره معايا خياتي، لما تحطوا البراج تاعكم على الطاجين رايحين تحركوه هكذا شويه، راح يكون يتحرك لكم بسهوله وما يدير حتى حس. بعد ما يطيب تشوفوه دار طبقه من تحته، وكي تحركوه بهذه الطريقه رايحين تحسوه انه حرش شويه من تحته ورايح يدير لكم الحس، واحد الحس هكذايا. هنا تعرفوا بلي البراج تاعكم طاب، وفي هاد الاثناء لازم تقلبوه. صدقوني خياتي انا دائما نعتمد من بكري نعتمد على هاد الطريقه، نحرك البراج ونحاول نسمع الحس اللي يديرو. اذا كان املس يعني مازال ما طاب، لكن اذا كان حرش شويه نحس له هكذا راه حرش، نعرف بلي هذاك هو الوقت تاعو. بعد ذلك نقلبو بهاد الاداه، نضغط برك شويه شويه برك من الفوق باش نسقم السطح فقط، غير بالعقل بالعقل، ونخليه يطيب بنفس الطريقه. نكمل كامل الكميه المتبقيه وكذلك بنفس الطريقه، رايحه باش نعرف البراج تاعي طاب ولا لا نستعمل نفس الطريقه. بعد ما يتحمر نحيه هكذا بهذه الطريقه. ميم دير البراج تاعكم يجي مبسس، لكن ما تخافوش ماهوش رايح يتفتت لكم في الطاجين ان شاء الله. بك تكون طريقتي مفهومه، وصدقوني جربوها ماكوش حين تندموا عليها. هادوك لي شويت نحاول نلصقهم هكذا بالماء، ونزيد لهم شويه الماء من الفوق ونسقمهم منيح ونحطهم يطيبوا بهاد الطريقه. في النهايه خياتي هاي ليك المبرجه اللي كنت حضرتها معاكم، مبرجه تجي على قانيها مبسه الله الله، الغرس هذا كيجي طري وتقيس تبسس تاع السميد. وان شاء الله يعجبكم التدبيره اللي عطيتها لكم بالنسبه للطاجين، كذلك التدبيره تاع الطياب هكذا باش ما يتفتت لكمش البراج في الطاجين. لاستريس تاع البراج كامل لازم يجي مبسس، واذا درناه مبسس رايح يتفتتنا في الطاجين. ان شاء الله تبعوا التدبيره تاع نهار اليوم وان شاء الله رايحين تنجحوا فيها. رايحه نحل لكم وتشوفوا كيفاش جامل داخل، شوفوا كيفاش يجي مبسس ويجي طري. اذا عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم خياتي ما تنسوش تشجعوني بالاشتراك في القناه، شجعوني خلوا لي لايك كذا وكذلك تعليق، بارطاجيو لا فيديو مع احبابكم واصدقائكم. اترككم في امان الله في فيديو اخر ان شاء الله.